أو مبنى إيراني، يتعرضوا للحرس ثوري. الثوري الإيراني، يتعرضوا لمخازن ذخيرة ومعدات وميليشيات تعمل على الأرض الدول العربية، في سوريا أو في لبنان العراق. أو العراق. وبالتالي ووجدنا إيران تصمت تحت دعوة أنه تصمت طبعا ما شفناش رد فعل، والإسرائيليين لا يعلنوا أنهم مسؤولين عن عمليات هذه العمليات. وبالتالي لغاية لما حصل تدمير هذا، وتدمير هذه الأنصلية أيوة. لا يتم في من فراغ، بمعنى الموقف ما بين إسرائيل وإيران، ما بين حزب الله وإسرائيل، ما بين الميليشيات العراقية وإسرائيل، ما بين بعض الميليشيات في سوريا وإسرائيل، هذا الوضع كله، الميليشيات الحوثية في اليمن اليمن وإسرائيل، هذه الأوضاع كلها هي نتاج لمواجهة متصاعدة تبدو إنها محتدمة جدا على سطح الشرق الأوسط، بيمتد من باب المندب أيوة. لغاية ميناء حيفا أو قاعدة جوية في النقب، وجنوب بيروت في لبنان. نعم. على اتساع المسرح. المنطقة. نعم. وبجوار هذا كله، بجوار هذا كله بنجد احتدام حاد جدا في أوروبا ما بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا. نعم. ما بين روسيا وحلف الأطلسي. نعم. وأنا ما ببعدش الاثنين دول على بعض. نعم. يعني التصويت بمجلس الأمن، لا، تصويت مجلس النواب الأمريكي امبارح سلاح، انه يدي 95 مليار دولار دعم لكل من، اسمع شوف الحتة دي، دعم لكل من 61 مليار لأوكرانيا، 17 مليار إسرائيل، تايوان، 9 مليار تايوان للأكل والشرب وإعاشة النازحين الفلسطينيين اللي تعرضوا لهذه المأساة الكبرى غير المسبوقة، وتايوان يعني لامم الشامي على المغربي، لم غزة مع إيران، مع الشرق الأوسط، مع أوكرانيا، مع تايوان. وبالتالي تايوان دي مش دي، تايوان دي الصين. وبالتالي المواجهة الاستراتيجية اللي احنا شايفينها على المسرح الدولي مواجهة واحدة، وبالتالي هو بياخدها في وجبة واحدة. نعم. انه بيحط 95 مليار للأطراف اللي هو عاوز يدعمها في مواجهة يا اما روسيا يا اما الصين يا اما إيران، حزب الله يا اما ايران يا اما كوريا الشمالية او حتى حماس. طبعا حماس داخله في ال، وهو حط وصف حماس خلاص. نعم. باعتبارها خصم عدو يجب تدميره. فالوضع كله خطير، دي نقطة أولى. نعم. النقطة الثانية أنه لأول مرة إيران قررت أنها ترد، وقررت أنها ترد لأنه لعلهم شافوا انه لا يمكن الصمت اكتر من هذا، والا تعرض الوضع الداخلي للحكم الايراني للاهتزاز، لانه الاسرائيليين بيستفزوك وانت لا تتحرك، في حين اللي هو في الحقيقة بيتحرك، وبيتحرك طول النهار في الاداء الايراني المنتشر على مستوى الاقليم. نعم. لكن اللي انا عاوز اقوله انه ايران لما ضربت اسرائيل 13 ابريل وضربتها بعشرات ومئات الصواريخ والمسيرات،
وقيل أنه 99% أو 90% من ال دي لعبة كان متفق عليها. لعبة طبعا، يعني أنا هقول لك. لا حاجة تقول متفق عليها. طبعا متفق عليها. أنا هقول لك كل اللي بيتابع بدقة يقول إيه، أن هناك سجال نقاش إبلاغ إيراني أمريكي، أمريكي إيراني، اتصالات، اتصالات بيقول له إيه، أنا لا أستطيع أن أصمت. مين اللي بيقول؟ الإيراني بيقول للأمريكي. أمريكي كده. أيوة. طيب بما أنك أنت مش قادر تصمت تنوي تعمل إيه؟ قال له لازم هضربه. قال له طب وهتضربه؟ لازم أضرب إسرائيل. نعم. فلكن طيب خليك حليم عليه. حليم بالراحة. طيب يعني إيه تخليك حليم عليه؟ يعني تبعت مسيرة تاخد 6 ساعات حتى الوصول إلى الهدف. خلاص. وبالتالي من لحظة إطلاقها للحظة وصولها هي مرصودة. نعم. ومعروف إن هي جاية، فإسقاطها سهل. سهل. خلاص. إنه أنت ناوي تضربه بالشكل الفلاني، وبالتالي أنا سوف أنشر المدمرات الأمريكية في البحر بالشكل الذي يستطيع أن تتصدى يسقط. أو سوف نبلغ الإسرائيليين أن يكونوا معدين نفسهم للإسقاط. نعم.